تشرفنا انهم يحضروا معنا جميع الناس اللي شاركونا لمده سنتين في نجاح العلامه ديالنا ياناندوان. واليوم شاهدنا مع بعض اطلاق منتوج جديد اللي غيكون داخل مجموعه كلها مسمات بمروكان بيوتي لمستوحاة من الجمال المغربي والسحر المغربي بألوانه الخلابة. حضور ديالي هو طبيعي وبديهي لأنها سنعتبرها أول ماركة مغربية لأنها فعلا أول ماركة مغربية، فهذا ما سيجعلني غير فخورة أنني نجي الحفل بحال هذا، حفل انطلاق وحدة من المنتوجات ديال ياناندوان. ياناندوان اللي سنعتبرها مفخرة المغرب لأنها منتوج 100% مغربي، وهذا يدعو للفخر.